مع المحلل الفني لقناة فرنسا 24 الأستاذ لمين قادم علشان نعرف معاه آخر الأخبار اللي بتتقال في فرنسا في الوقت الحالي. أستاذ لمين، برحب بحضرتك على قناة الأهلي. السلام عليكم، مرحبا، شكرا للاستضافة، أنا سعيد جدا بوجودي معكم. ربنا يخليك. طبعا في البداية برحب بيك، لكن عايز أعرف في الأخبار اللي اتكتبت على لسان صحيفة ليكيب الفرنسية وقالت أن مورينيو هو الوجهة المقبلة للدوري الفرنسي سواء نادي مارسيليا أو موناكو، هل الأخبار دي صحيحة فعلا؟ هو فيه نوع من الصحة للخبر ده، لأنه فريق موناكو تعرف أنت اللي حب ما حبش يعاود يعني جو السنة كالسنة الموسم هذا، لأنه الفريق كان مر بظروف صعبة الآن الحمد لله، يعني سلك من النزول من الهبوط إلى القسم الثاني، ولكن ضمن فريق موناكو الآن راح يشتغل مع المدرب، ولكن ما نظنش كثير أنه فريق موناكو لأنه عودة جارديم يعني ما عندهاش يعني ما عندهاش معنى انه كان يجيب مورينيو، لانه جارديم راح يعمل على الاقل سنتين او ثلاث سنوات، لانه معروف ان جارديم مكون ويعمل على مدى على الاقل المتوسط. نظن انه اكثر مارسيليا يعني مورينيو اذا جاء فرنسا، لانه باريس سان جيرمان حافظ على مدرب تخان، يبقى فريق مارسيليا ومشروع مارسيليا بروجيكت للامريكان. نظن انه الاقرب الى الفريق راح يدرب مورينيو، وطبعا لاعبين كبار راح يتبعوه، ومشروع كبير راح ينتظر فريق مارسيليا. نظن الصحه من الخبر 60 70%. طيب هنروح لباريس سان جيرمان عشان عندنا شويه كلام واخبار عايز اعرف صحتها من حضرتك في البدايه. ايضا مع مورينيو، هل ممكن فعلا يتم التفاوض والتعاقد مع مورينيو الموسم القادم لقياده فريق باريس سان جيرمان، ولا لسه برضه الامور لم يتم حسمها في الفريق الفرنسي؟ والله ما حتى ولو نقول ليس بدري يعني القضيه، ولكن نظن انه توخال اعطوا له مره اخرى الفرصه واعطوا له الوقت، لانه العقد تاعه يعني ثلاث سنوات، ونظن هذا الموسم الاول رغم انه ما فاز بالبطوله وتاهل حتى في الدور ثمانية لدور الشامبيونز ليج، ولكن نظن غير معقول يعني في مشروع فريق كبير انه ينحي توخال ويجيب مورينيو، وكذا مورينيو لو السنه الاولى راح يخطا ما يفوز بالشامبيونز ليج راح يعود يعني لخبطه كبيره في مشروع الفريق. نظن انه الان كما قلت فريق باريس سان جيرمان دار ثقه في توخال، الان القضيه قضيه تعديل، قضيه استقدامات، هل المشروع راح يبنى على نيمار ثم لاعبين اخرين؟ هل ذهاب ربما لاعب مثل مبابي الى ريال مدريد راح يكسر يعني الديناميكيه والمشروع؟ استاذ امين، صحه الخبر بقى وانتقال مبابي الى ريال مدريد، هل فعلا ممكن نشوف مبابي الموسم القادم تحت قياده زيدان وبقميص ريال مدريد، وبالتالي مشروع باريس سان جيرمان اللي قائم على نيمار ومبابي يبدا ينهار؟ والله كل شيء وارد في كره القدم، يعني السنوات الاخيره بينت لنا انه كل يعني تقادير او كل الامور غير ملزومه، يعني نقدر ننتظر كل شيء. نظن انه نيمار في ريال مدريد يكون ممكن في الصائفه القادمه، لانه انت تعرف انه عوده زيدان كانت يعني لمشروع كبير، وزيدان يقدر يجلب لاعبين كبار، ولكن ما تنساش بانه مبابي لاعب من باريس، من مدينه باريس، ويحب باريس سان جيرمان. مظبوط، قال في تصريحات عديده انه لن يذهب من باريس سان جيرمان حتى يفوز بالشامبيونز ليج، ويسمح للفريق الفرنسي فريق العاصمه باش يكون اول فريق يفوز بالشامبيونز ليج فريق فرنسي. يعني نظن صحه الخبر فيها يعني نقول 50 60%، ولكن انا ارشح انه مبابي يبقى سنه او سنتين في باريس سان جيرمان حتى يفوز الفريق بالشامبيونز ليج، ولكن هل يبقى نيمار؟ نيمار هذا سؤال اخر. طيب رابيو، بعد الاحداث اللي سمعناها وشفناها في الفتره الاخيره، وان اللاعب تم تجميده من قبل فريق واداره باريس سان جيرمان، لكن النهارده قرينا على جريده الماركا الاسبانيه قالت ان رابيو قريب جدا من الانتقال الى نادي ريال مدريد، مين الاقرب، برشلونه ولا ريال مدريد؟ واللاعب ممكن يكون ميال لمين اكتر، ولا لاعب هيفضل ان هو ينتقل الى الدوري الانجليزي وعلى سبيل المثال فريق ليفربول؟ والله صحيح خبر فعلا، انه انت تعرف انه رابيو باريس سان جيرمان يعني القصه خلاص فضت، يعني الان رابيو قريب من البطوله الاسبانيه، لانه اللاعب تاعه يعني ستايل تاع اللاعب تاعه اقرب الى البطوله الاسبانيه، ما اظن انه رابيو راح يروح للبطوله الانجليزيه، لانه لاعب ليس بوكس تو بوكس يعني في المنطقه اللي يلعب فيه، ما ظنيتش يعني فريق مثل ليفربول ياخذ مثل لاعب مثل رابيو، هو الاقرب الى البطوله الاسبانيه. الان هل رابيو، انا صراحه السؤال يطرح رغم المستوى المليح اللي قدمه يعني في السنوات الاخيره، ولكن هل فريق ريال مدريد محتاج للاعب مثل رابيو؟ لا اظن يعني صراحه
ولكن نقولوا انه كان قريب من برشلونه حقيقه، ولكن المشكل في رابيو هو ان الوالده تاعه هي المانجر، يقوم بحسابات كبيره وامور غريبه يعني، ولهذا رابيو في المحيط تاعه لازم يغير المحيط تاعه نظن باش يروح لفريق كبير مثل ريال مدريد او برشلونه. هل ممكن نشوف ديشامب خارج صفوف المنتخب الفرنسي يتولى قياده احد الانديه العالميه اللي موجوده في الدوريات الكبرى، ولا ديشامب بيؤيد الاستقرار وايضا مع فريق كبير زي المنتخب الفرنسي، وكمان بعد حصوله على بطولة العالم ده بيديله استقرار ودوافع أكبر وتحقيق بطولات أكبر مع المنتخب الفرنسي المواسم القادمة والبطولات القادمة بداية من يورو 2020؟ نعم، هو ديشان تعرف أنه تنافسي جدا، ولم يهضم من الخسارة يعني في الأورو الذي جرى في فرنسا منذ ثلاث سنوات، ونظن أنه ديشان الهدف تاعه الوحيد اللي قاله الآن هو بعد ما فاز بطل بكأس العالم الآن يبحث على فوز بكأس أوروبا. صح، عشان تنافسي وبراغماتي ولا يبحث عن الأموال ولا يبحث عن المشروع والفوز، والآن يبقى له هذا المشروع هذا الهدف، إذا كان لحق ليه راح يخلي الفريق الفرنسي، وإذا كان ما لحقش ليه كذلك راح يخليه، أنظن ديشون ما راحش يذهب أبعد من 2020 لأنه مدرب تنافسي ويحب يعني يكون في فريق تنافسي، يحب الشالونج يعني الشالونج كما نقول باللغة الإنجليزية. أنظن الهدف الاول للفدرال الفرنسيه، والكل يعرف ان فرنسا حبت تفوز بكاس اوروبا للامم، وديشون قادر يفوز بها، ولكن الان رانا على عام ونصف، ولكن ليس بدري باش نتكلموا على هذه البطوله. استاذ لمين قادم بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي، المحلل الفني لقناه فرنسا 24، وتكلمنا ايضا في الامور الخاصه بالدوري الفرنسي، كل شيء وارد في انتقال امبابي لصفوف ريال مدريد، رابيو كمان الموضوع بينه وبين باريس سان جيرمان انتهى وهو في طريقه سواء بالانتقال الى فريق ريال مدريد او برشلونه. كمل معك